السلام عليكم، يعطيكم العافية جميعا. اليوم رح نحكي عن جهاز ولو كانت مهمته بسيطة بس كتير فعال وكتير بسهل علينا أمور، اللي هو الـ IV pump. رح نشرح بالمبدأ أربع أشياء كتير مهمين لازم نحن نكون عارفينهم ويكون عنا فكرة عنهم لحتى نستعمله بالطريقة الصحيحة ويخدمنا بالشكل المضبوط. الأربع أشياء اللي رح نحكي عنهم اليوم هن: أول شيء بطبيعة الحال بدنا نتعرف نحن على اليوزر انترفيس، شو مكونات هذه المكنة، وهنتعرف كمان على المودز والفيتشرز اللي موجودين بقلبها، وكمان بدنا نعرف كل الارم لشو بدل وكيف نحن بنتصرف في حال بين قدامنا، وبالنهايه رح نتعرف شوي على شغله يلي هي انه كيف طريقه الاستعمال الصحيحه لها وبعض التحذيرات اللي لازم نحن نتجنبها. اول شيء بنبلش باليوزر انترفيس والاشياء الموجوده عنا ونحن بنقدر نشوفها نتعلم من خلالها. اول شيء عندنا نحن مثل ما شايفين هون عندنا الديسبلاي يلي حتبين عنا الفلو، حتبين عنا قد ايه نحن محددين الليمتس لها، وعندنا هودي الكبسات يلي رح نشرح عنهم هلا كيف طريقه استعمالهم، وعندنا هون مثل ما شايفين في الالارمز يلي ببينوا عنا في حال صار في عنا مشكله او صار في عنا ليمت محدده نحن تخطيناها، وهون نحن البارامترز يلي نحن بنحددها ببينوا عنا موجودين. في عنا هذا انديكيتر للبطاريه، في هذا عنا انديكيتر لانه هي موصوله على الكهرباء، وهذا رح نحكي عنا فيتشر موجوده بقلبها اللي هي اسمها الدريب سنسر، هذا رح نعرف شو خصائصها بعد شوي. وفي عنا الباور باتن اللي نحن من خلالها بنشغل الماشين، ومن هون نحن بنفوت الاي في لاين مثل ما موضح بالسهم قدامنا، ورح نشرح كمان عن طريقه استعمالها. وكمان في عنا هذا الديفايس اللي هون بيكون ملحق فيها يلي هو اسمه الدريب سنسر، رح نشرح كمان كيفية استعماله وكيف فينا نستفيد منه. وبيجي كمان في عنا من الجهة الخلفية في عنا هذا الكلامب يلي نحن بنثبته على الاي في ستاند، وفي عنا هون الباور بورت يلي نحن بنعطيها كهرباء من خلاله. هلا طريقة تثبيتها وطريقة استعمالها هي كتير سهلة. بالمبدأ بدنا نحن نثبتها على الاي في ستاند لحتى نقدر نستعملها منيح. اول شيء نحن بهذه الجهه في عنا هذا الكلامب، هذا الكبسه اللي هون نحن بتخلينا ننزله، وهذا نحن بتخلينا نتحكم بانه نشده نحن على الاي في ستاند ويثبت محله منيح بهالطريقه. من هون بنشد هذا قد ما فينا، بس نتاكد انه شد منيح، ساعتها نحن بنوصلها على الكهرباء بهذا البورت تاعولها. هلا اول شيء نحن بعد ما وصلناها بالكهرباء اعطانا هون انديكيتر انه هي موصوله في عليها كهرباء، نحن بنضلنا هون بنعطي كبسه مطوله شوي لحد ما تشتغل، بيعطينا هون على الديسبلاي، بيعطينا هون على البارامترز الموجودين انه اشتغلت، ودائما تشتغل نحن عندنا بمود رح نحكي عنه هلا بعد شوي. بتفرجينا كمان هون نسبة البطارية اللي موجودة عنا، بتفرجينا هون كمان الانديكيتر بس نحن بدنا نعطيها ليميتس للفلو، بتبين لها كمان هون نحن فينا نتحكم فيها، وهودي الباتنز اللي نحن رح نشرح كيف طريقة استعمالهم هلا. هلا طريقة ادخال المصل نحن بقلب الماشين، في عنا نحن هون بهذا المحل فراغ شوي لحتى نفتح الكلامب، هون بيعطينا كمان انديكيتر انه هي اوبن، ونحن بنفوت اللاين مثل ما موضح هون، بنثبته بمكانه الصحيح، وهون في عنا بس هذه مثل كليبس هون بنعليها شوي، بنحط اللاين بقلبها وبنسكرها بنفس الطريقه يلي فتحناها فيها. ضروري كمان نتاكد انه الكلامب يكون من جهه بعد اللاين، يعني من جهه المصل الماشين بعدين بيجي عنا الكلامب وبعدين البيشنت. بالبداية نحن رح نحكي عن المودز يلي موجودين عنا وأغلب الأحيان نحن بنستعملهم، اللي هن سبيد مود، دريب مود، والتايم مود. باي ديفولت هي بتكون محطوطة على سبيد مود، يعني نحن بنحدد لها الريت من خلال إنه نحدد لها بدنا نحن هالكمية بالمليليتر بير أور، يعني نحن بهالطريقة نحن بنكون هون عم نعلي الكوانتيتي يلي بدنا نحن ننقلها للمريض. هون بهود السهمان يلي موجودين نحن بنكون عم نعلي بعد الديسيمال، بهود السهمان نحن بنعلي او بنوطي قبل الديسيمال. بعدين بس نحن نخلص من تحديد الكميه اللي بدنا ننقلها للمريض بنحدد نحن قد ايه في كميه نحن موجوده عندنا، مثلا نقول في عندنا اي في باك في بقلبه 100 ملليلتر، نحن بنحدد من هون
انه في عندنا 100 ملليلتر. نحن بهالطريقه هلا صار فينا نبلش باستعمال الاي في بامب. نكبس ستارت تعطيني هون انه ديليفرينج. هيك انا بعرف انه صارت عم تشتغل بالطريقه اللي انا بدي اياها. ومثل ما شايفين هون في عندنا كلمه فلود، هي بتدلني على الكميه اللي نقلناها نحن للمريض. ومننا اذا بدنا ننقل نحن من مود لمود، نحن بنكبس هون هذا البتن اللي هون اللي هي مكتوب عليها بيج. اول اوبشن موجود عندنا هو الانفيوجن مود، نكبس انتر ونحن بنحدد المود يلي بدنا اياه. هلا رح نشرح عن التايم مود يلي اغلب الاحيان نحن كمان بنستعمله. هون اختلف عند البارامترز اللي موجودين، يعني انا بدي احدد له تايم، بدي احدد له بريسيت فاليو اللي موجوده عندي بالمصل، وكمان بيعطيني انديكيتر قد ايه في عندي فلود سوليوشن. حال بس بدنا نشغلها بنكبس ستارت، بتعطيني انديكيتر انه هي ديليفرينج، يعني بلشت تعطي الميديكيشن او المصل للمريض. وبس بدي انا اوقفها بكبس هون باز بيمشي الحال، وفيني ارجع كمان شغلها من هون. دائما الانديكيتر انه ديليفرينج معناها هي عم تشتغل وعم تعطي. وهلا رح ننتقل على الدريب مود يلا كمان رح نشرح فيه من خلاله الفيتشر تعولت الدريب سنسر يلا حكيتكن عنه قبل شوي. كمان منفوت على الانفيوجن مود، نطلع لهون على الدريب مود، نكبس انتر. هون هلا صرت انا عم حدد كم دريب بدي اياها بدقيقه. وكمان مثل قبل شوي في عندي تو بارامترز هن ثابتين، اللي هن البريسيت فاليو للمصل يلي موجود عندي، وفي عندي الفلود يلي هو بيعطيني فيها انديكيتر قد ايه انا صرت عاطي للمريض. كمان بطبيعه الحال بحدد انا قد ايه بدي، مثلا نقول 20 دريب بير مينت. بعمل ستارت وهيك بتكون عم تشتغل طبيعي. هلا رح نحكي عن الدريب سنسر يلي حكينا عنه قبل شوي وكيف طريقه استعماله وكيف فينا نستفيد منه. هذا الدريب سنسر مزود ب انفراريد سنسر بقلبه، بيعدل لي قد ايه في عندي دريبس عم تنزل. هذا نحن بنحطه هون، طبعا لازم يكون فوق مستوى السوليوشن اللي موجود عندي لحتى يعدل لي الدريبس يلي عم تنزل. والطريقه يلي بعرف فيها انا انه في عندي دريبس وكيف هو بيعد بهذا الاساس، هو انه هون كل ما تنزل دريب هو بيعطيني انديكيتر انه في عندي سوليوشن عم ينزل مثل ما شايفين هون. وكمان على الانترفيس يلي موجوده كل ما تنزل نقطه هون بيعمل بالعكس، يعني هون كل ما تنزل نقطه بتطفي. هذا بتفيدنا نحن في حال كنا عم نعمل مونيتورنج للمريض عن طريق الشاشه او عن طريق الكاميرا، يعني فينا نحن نراقبه كمان عن الستيشن. رح تبين عنا بلينكينج بلون هايلايتد شوي لحتى نقدر نحن نتابع انه عم تشتغل بطريقه طبيعيه. هلا بدنا نحكي عن ثلاث خصائص كمان موجودين فيها، اللي هن الكي في او والبيرج والهيت. نحن كمان لحتى نخلي السوليوشن بتمبرتشر مناسبه، لانه ببعض الاحيان لما يكون في كثير برد سوليوشن ونسبه القرايه اللي موجودين هون اللي موجوده هون رح تختلف، وما رح مرات ببعض الاحيان ما رح تكون دقيقه. فلهذا الشيء نحن بهمنا كمان نخلي السوليوشن تمبرتشر تعولته مثل البادي تمبرتشر اللي هي 37 درجه. فعندنا هذه الاوبشن هون موجوده، بس نحن نكبس على هذه الكبسه اللي هي محطوط عليها سنتيجريد بتبين عنا انه ضوى الانديكيتر لها. هيك نحن بيكون في نوع من الميتلز بيكون عم تحمل سوليوشن لدرجه امنه للمريض، وكمان بتصير تعطينا قرايه مضبوطه. كمان في عندنا اوبشن ثانيه بدنا نحكيها اللي هي البيرج، لما يكون في عندنا بابلز بقلبها عشان ما نضطر نفك المصل ونرجع نفضيه لحتى بس ما يكون في عندنا بابلز، نحن فينا نكبس هذه الكبسه اللي هون كبستين لحتى تصير هي تمرق المصل من هون لتقدر تمرق البابل فيها. بهالطريقه نحن هيك بنكون عم نتاكد، بس يحطوا لنا هون كلمه بولس معناها انه المصل عم يمرق فيها من هون لحتى تمرق البابل عنا ويصير استخدامها سليم وصحيح. بس نشيل اصبعنا بتوقف هذا الفيتشر. وبعد في عنا فيتشر مهمة انه نحن نستعملها في حال نحن خلص عنا المصل او خلص السوليوشن، واللي هي الكي في او كيب فين اوبن. بنفوت نحن على هون، بنفوت على السيستم سيتنج انتر، بنحدد نحن هون الكي في او ريت، يعني نحن قد ايه بدنا نخليها 2 ملليتر بير اور 2.1 2.2. نحن اكيد رح تكون الكميه قليله نحن لانه بس بدنا نخلي
الاوبننج اللي عملناها بالمريض تكون ضلها مفتوحه وسالكه وما تسكر نحن مع الوقت. من ضمن الالارمز اللي موجودين عندنا هون اللي حطينا بهون انه في عندنا مشكله او في عندنا بس لحتى يعطونا الارت انه مثلا خلص المصل عندنا او في عندنا مشكله انسداد او شيء. من ضمنهم في عندنا هون الاوكلوجن، هي بتدل انه في انسداد بالمصل، وهذا بنحنا ببعض الاحيان بنحلها بالاوبشن اللي حكيناها قبل شوي اللي هي البيرج. بس تعطينا كمان بس تضوي كلمه اوبن هون معناها انه نحن الكلامب اللي بيمرق من خلاله اللاين مفتوح عندنا، وهون بيعطينا انديكيتر كمان اذا كان في بابلز بقلبها. في عندنا هي مزوده بالتراسونيك سنسر بيقدر من خلاله نعرف اذا في بابلز. وهون نو اوب معناها نو اوبريشن، يعني ضلت لمده دقيقتين وما عم تشتغل. هذا بنخلينا نحن نستفيد منها عشان ما تضلها شغاله على الفاضي. وفينش هون بتعطينا انديكيتر او اليرت انه خلص المصل اللي نحن الموجود او الكميه اللي نحن حددناها. كافي او نحن بتدلنا انه هي فتت على الكافي او مود. سيستم ايرور معناها في مشكله بقلبها بالبورد او بالسيستم، يعني بده يرجع ينعمل لها كالبريشن، وهذا اكيد الصيني رح يتكفلوا فيها. ودروب ايرور نحن في عندنا مشكله كمان، هذا الصيني بيتكفلوا فيها. هلا كمان في عندنا اشياء لازم نلتفت لها واللي هي تنبيهات بطريقه استعمالها عشان ما نستعملها بطريقه خاطئه. اول شيء نحن اي مكنه موجود بقلبها الكتريك بورد من الضروري ننتبه لشغله انه لازم نحن ما نعرضها لسوائل، ما نحط فوقها او نحن نمسحها بطريقه مباشره انه نرش عليها سوائل. بهذا الشيء نحن راح نضرب الجهاز واحتمال كمان نضرب المريض. شغله ثانيه كمان، على الرغم من انه هي مزوده ببطاريه بتخلينا نستعملها من 3 ل 5 ساعات، نحن عم نعطي المريض جرعه 25 ملل بالساعه، بس نحن كمان ضروري نحن نخليها بالكهرباء لحتى نتاكد انه راح تضل شغاله كل الوقت. وبعد في شغله كمان انه لازم نحن نثبتها بمحلها منيح، وبس نخلص نحن من استعمالها نخزنها بمكان ما بيعرضها لا انها توقع ولا بيعرضها لانه تتعرض لسوائل او لصدمات. ويعطيكم العافيه.